بارادايس في ولاية كاليفورنيا جنة ساكنيها التي تحولت من مدينة صغيرة هادية إلى نيران دمرت وقتلت كثيرين، وجحيم شرد الناس من بيوتهم بسبب حرائق الغابات التي تمت السيطرة على أقل من نصفها فقط حتى الآن. الحرائق الأكثر تدميراً في تاريخ الولايات المتحدة والتي من المتوقع أن تستمر لأيام قادمة أودت بحياة ما يزيد على 76 شخصاً وفقدان أكثر من 1000 شخص. تحاول السلطات معرفة مصيرهم والبحث عنهم والتأكد من هوياتهم عن طريق الحمض النووي DNA. مركز الأرصاد الجوي ذكر أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة في شمال كاليفورنيا وبارادايس التي طمست ملامحها تماماً لتساعد الدفاع المدني وفرقة إنقاذ للقضاء على الحرائق، لكن تجربة كاليفورنيا مع هطول الأمطار بعد الحرائق سيئة، ويمكنها أن تسبب انهيارات طينية قوية وتزيد مشاكل المشردين من الحرائق، كما حدث جراء أمطار يناير الماضي التي تلت حرائق ديسمبر 2017 في كاليفورنيا والتي تسببت في مغادرة الناس منازلهم بعد انهيارها التام. وكانت السلطات أعلنت أن بعض السكان تم إيواءهم في كنائس ومدارس ومراكز محلية، بينما انتقل آخرون إلى منازل أصدقائهم، وآخرون نصبوا خياماً أو أقاموا داخل سياراتهم أو تشردوا في الشوارع.